سيدنا عبد الله ذو البجدين كان يتيما في بداية نشأته، كان يتيما، عمه هو اللي مربيه، وعمه كان ميسور الحال، عنده أموال كثيرة، فكان يغضب عليه، بيديله فلوس كثيرة، وعايش في عيشة كويسة جدا. فوصل الأمر، وصلت الدعوة، وأتى ليسلم لله رب العالمين. عنده كم سنة؟ 16 سنة. الإسلام ضق في قلبه وعنده 16 سنة. فلما وصل الأمر لعمه قال له: هشيل منك كل شيء، يعني أخذ كل اللي أنا اديته لك، فلوس وكل شيء، لو أنت عايز تسلم وتروح لمحمد أنت ملكش أي شيء عندي. فترك كل شيء، ساب له كل شيء، حتى ملابسه لبس بجادتين. بجادتين دي اللي هي الثياب الغليظة، إزار ورداء، لبسهم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصل الفجر، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما، فقال: من أنت؟ اسمه كان عبد العزى، ما كانش اسمه عبد الله. فقال له: يا رسول الله، أنا عبد العزى. قال: بل عبد الله، النبي اللي سماه عبد الله. قال: أنت عبد الله ذو البجادين، نسبة للي هو لبسه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلزم بابي، إلزم بابي، يعني كن قريب مني. غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. طلع النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، والجيش ده اسمه جيش العسرة، غزوة العسرة، مع سيدنا عبد الله ذو البجدين. وهو في الطريق مرض، الحمى لما كانت تأتي لم يكن لها علاج، لأن هم يضعوا ماء خلاص يبرد هذه الحمى، الإنسان مات خلاص، ما كانش موجود علاج. فأتت الحمى لسيدنا عبد الله ذو البجدين، راحوا لتبوك وهو مرض في الطريق، وهم راجعين مات، دفن في تبوك سيدنا عبد الله. مات ليلا بالليل. سيدنا عبد الله بن مسعود هو من يروي هذا، يقول: قمت في الليل، في الليل متأخر، راح على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد فيها رسول الله، فحط يده على موضع النوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى بارد، موضع النوم ما لقاهوش سخن، عرف ان هو قايم بقاله مدة. طلع لسيدنا ابو بكر ما لقاهوش موجود، سيدنا عمر ما لقاهوش موجود، والمكان بتاعهم بارد، فعرف ان هم في حاجة. فطلع نظر في نهاية الجيش فوجد نور جاي من نهاية الجيش، فراح على النور ده، لقى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وعمر، ثلاثة بس. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في داخل القبر، هو في القبر، هو اللي تحت في القبر، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ده في المنظر، هو رايح شايف النبي في القبر، بيقول لسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر: دليا لي أخاكما، ناولون أخوكم، النبي اللي هياخده عشان يلحده، ضعف في اللحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود واقف شاف المنظر، فقال: من؟ قال: هذا أخوك عبد الله ذو البجادين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه ولحده، وضع على شكه الأيمن في اللحد بتاعه، ثم رفع يديه إلى الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني قد أمسيت عنه راض فارض عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: فتمنيت أني صاحب هذا القبر.